السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع فيديو النهاردة إصلاح البيض المكسور، إصلاح بيضة الحمامة المكسورة. يعني لو عند حضرتك بيضة اتباضت مش في مكانها، مش في الفرشة اللي انت فارشها للحمامة، نزلت على حجر أو أي شيء كسرها، منقورة يعني بمعنى زي البيضة دي. لو شفنا البيضة دي، دي بيضة مكسورة، لكن طبعا الغلاف الداخلي خلاص اتفتح، دي مش هتنفع. لكن اللي هتنفع هوري لحضرتك بيضة تانية، دي اللي زي كده ان شاء الله تنفع، هنصلحها برضو مع بعض. نحاول احنا بنجمدها شوية، اوري لحضرتك الطريقة اللي بنعملها معاها ايه. دي واحدة معانا، كمان واحدة تانية مكسورة من مكان تاني. هو طبعا البيض ده فارغ، فانا بمثل لكم عليه. ده هو برضو اهو، شوف ازاي ده بيض فارغ انا بمثل عليها. طيب يلا نبدأ نصلح البيضة المكسورة. معانا لإصلاح البيضة المطرقتين، عندنا طريقتين لإصلاح البيضة المكسورة. الطريقة الأولى باستخدام الدقيق أو الطحين، دقيق طحين القمح أهو، معانا نقطة مية في الكوباية دي، نحط عليها نص معلقة دقيق زي كده عشان تكفي بيضة واحدة بس، لغاية ما نخليها سميكة. ما طلعت كتير نزود عليها كمان حبة دقيق او طحين زي ما اخواتنا في الدول العربية ما بيقولوا عليه، طحين القمح، زي ما نعمل حتة عجينة. عملنا حتة عجين، حضرتك النقر اللي في البيضة باين اهو النقر، هنيجي عليه بالطريقة دي. تمام، ادي طريقة. لما نيجي نحطها تحت الحمامة، لو حضرتك سبتها كده جنبها ربع ساعة مش هتلحق يحصل لها حاجة، سيبها ربع ساعة وبعدين احطها تاني تحت الحمامة. شيل الزيادة، امسح الزيادة بايدك كده، ما تحطهاش تحت الحمامة على طول، سيبها ربع ساعة تجف. تمام، وبعدين لما تيجي تحطها تحت الحمامة حطها نايمة كده بعيد على الجنب علشان ما تلزقش في الحمامة. دي طريقة. ممكن نحاول مع البيضة المكسورة خالص دي، هنعملها نفعت نفعت ما نفعتش ما نفعتش، هنحط لها حتة برضو حتة عجينة نملأ الفراغ ده. ان ما نفعتش ما نفعتش يبقى انت حاولت بنفس الطريقة كده. دي طريقة. الطريقة المتبعة عند معظم مربين الحمام طريقة غير كده خالص، هي مقرفة شوية لكن لازم اقولها لحضراتكم برضو، يمكن اللي يحب يعملها يعملها، لكن هي دي الطريقة اللي معظم مربين الحمام بيعملوها. هو بيجيب يا سيدي جزء من زرق الحمام ده او براز الحمامة، يجي مثلا تحت الزغليل، هتيجي حضرتك تحت الزغليل هتجيب على حتة عصاية زي كده اهو، زي ما بعمل كده اهو، بعمل ازاي من غير ما تمسكها بايدك ولا حاجة. تمام، وقوم عاملها كده ومسيحها زي بنفس الطريقة اللي عملناها. دي الطريقة القديمة اللي الناس كلهم بيعملوا بيها. جرب حضرتك اللي تحب تعمل بيها، الطريقة اللي تحب تعمل بيها اعمل بيها كده. هنساوي يعني سامحوني يعني في المنظر. تمام كده اهو بنفس الطريقة كده، يبقى كده اصلاح البيض المكسور.
كده صلحنا البيض المكسور، نرجعه بقى تحت الحمامة. لكن راعي وانت بتحطها تحت الحمامة ما تحطهاش لفوق كده اللزقة عشان ما تلزق في جسمها، راعي ان انت لو سبتها ربع ساعة زي ما قلنا يبقى افضل، برضو تحطها ايه بالشكل ده نايمة كده، خلي نايمة كده ما تخليهاش لفوق كده عشان ما تلزقش فيها، خليها نايمة كده على الاقل اول يوم. هي بعد كده هتقلبها تبقى تقلبها بقى زي ما تقلبها يا حرة الحمامة معها، وتابعها برضو. حسيت تاني يوم ان هي اللزق اللي فيها راح الزقها تاني. طيب كده خلصت موضوع اصلاح البيض المكسور، هنكمل بقى الفيديو بمتابعة الزغاليل. نتابع الزغاليل ونراعيهم. دول زغلولين، اول زغلولين معانا دول، لقيتهم كده شبعانين جدا لكن مش شاربين ميه كفايه. شرب الميه يكبر الزغليل يا جماعه، اما تلاقي الزغليل كده الاكل جامد فيها اسقيها ميه، لازم تتابع الزغليل اسقيهم ميه. وهم دلوقتي في عمر التريش، ده السن اللي الريش بياخد فيه معظم الغذاء، فانا اسقيهم ميه واعطيهم ديكال بي 12، لان ديكال بي 12 او جروفيت بلس اللي انا دايما بعطيه، انا سقيتهم ميه اهوت، الاكل بقى فيهم خلاص بعد ما كان جامد بقى لين. نديهم ديكال بي 12 علشان يساعدهم وقت التريش. انا عندي جروفيت بلس لكن بعضكم بيقول ان هو مش متوافر في بلده، فاحنا هنشتغل بالديكال بي 12 في العمر ده. بنية 3 ايام انا بعطيه في عمر بعد 10 ايام، يعني يوم 11 و12 و13 من عمر الزغلول. هعطي سنتي الفم لكل زغلول، تمام اهو. وهنتابع برضو بقية الزغاليل نرجعهم لأهاليهم، علشان الناس بتسأل السؤال ده كتير، انت بترجعهم لأهاليهم ولا بترجعهمش؟ لا برجعهم لأهاليهم يدفوهم عشان الدفى. شوف حاجة تانية، معانا زغلولين عمر أكبر برضو. حضرتك الزغلول ده واكل وبرضو الأكل أهله مش ساقينه كويس. مهم هو يا جماعة ان انت تسقي الزغاليل لو هم اكلين وشبعانين والاكل فيهم اكل جامد كده، اسقيهم ميه، اسقيهم ميه كتير. انا بسقي بسرنجه صغيره يعني المتوفر، انا عندي السرنجه الكبيره لكن انا حاطط فيها اكل عشان اكل بيها زغاليل تانيه، اوريها لحضرتك اهو كده. نسقيها لغايه لحد ما تلاقي ان الاكل فك كده فحصلت الزغلول. تمام، نشيل دي نشوف الزغلولة التانية. الزغلولة اختها تقريبا هتبقى جعانة، التانية هنتعامل كل زغلول على حسب حالته. الزغلول ده مش شبعان زي اخوه فاحنا هنزغطه شوية اهو. انا مجهز معايا الزغطة ومعايا السرنجة، الزغطة دي موجودة اللي هي السرنجة دي، ومعايا الزغاطة اللي كل حضراتكم عارفينها اللي تعمل بيها، حاطط فيها الخلطة بتاعتنا اهو، ونزغط بيها الزغلول ده على حسب العمر. العمر ده كبير ينفع بالزغاطة دي اهو. تمام، زغطناه شوية، تمام شبع، نرجعه تاني مع اخوه ونشوف برضو زغاليل تانية. معانا زغلولين تاني عمر 12 يوم، ده شبعان جدا وده اقل منه شوية حتى اقل في الحجم. احنا بنعمل ايه في عمر 12 يوم؟ زي ما قلنا بناتي الديكال بي 12 في عمر 10 ل 11 و12 و13 يوم زي ما قلنا. 3 ايام هنديهم
ديكال بي 12 زي ما قلنا في مرحلة التريش اهو سنتي لكل زغلول في سنتي والتاني هديله سنتي. طيب نسقيهم مية، اللي عايز يشرب مية ده الاكل جامد فيه نسقيه مية، مهمة جدا يا جماعة تتابع الزغليل. اسقي اللي هو شبعان قوي ده مية لحد ما الاكل يفك فيه. لحد ايه؟ ايوه تمام. تقولوا كمان واحدة. التاني الزغلول التاني لو هو جعان شوية بنزود له الاكل اللي فيه زي ما بنعمل ضروري تبعة الزغليل عشان الزغلول ما يموتش منك. نديله كمان شوية مية لان هو برضو كان فيه اكل محجر. تمام. انا اصلا الاكل اللي انا مأكله له زي المية فهو منه مية برضو هي ايه هيفك له الاكل ده. بكده اكون خلصت فيديو النهاردة اللي هو اصلاح البيض المكسور ومتابعة الزغليل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.